قال رئيس نادي رجاء أكادير السيد أحمد الساجي إن فوز فريقه لأول مرة في تاريخه ببطولة المغرب لكرة اليد تتويج لمسار تأطيري وتكويني شاق يشرف اللاعبين والطاقم التقني والمسيرين. وجاء هذا التتويج باللقب الأول لرياضة كرة اليد بمنطقة سوس على مستوى القسم الممتاز بعد خوض الفريق التنافس في المواسم الثلاثة الأخيرة على لقب البطولة وكأس العرش دون أن يتمكن من تحقيق المبتغى ليرفع التحدي هذا الموسم بفضل قتالية اللاعبين والأطر التقنية المحلية. بالنسبة للقب اللي فزنا به أي رئيس ديال شي مكتب كيبدا البطولة ديالو باش تيبدا العام باش يفوز بالبطولة. أنا تقريبا 37 عام ولكن سير هذا الفريق ملي أسسته في 85. الحمد لله هذا الموسم استطعنا باش نفوزوا بالبطوله وتكون البطوله الاولى لهذا النوع الرياضي اللي في منطقه سوس. وهذا ما جاش غير بدون عمل، جاب هذا 3 سنين وحنا خدامين في هذا الشيء اللي جبنا من 2015. هذا المكتب قرر باش يكمل العام ديالو، يكمل الموندا ديالو اما بلا كوب ام بالشامبيونا. إلى ذلك توج فريق رجاء أكادير لكرة اليد ببطولة القسم الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي بعد تصدره للترتيب العام إثر تحقيقه لثلاث انتصارات متتالية آخرها في لقاء القمة أمام الجيش الملكي بحصة 21 مقابل 18 بعد الأول الذي حققه على وداد سمارة والثاني الذي حققه على مولودية وجدة علاوة على تأهله لربع نهائي كأس العرش.